السلام عليكم ورحمة الله، متى الأحوال؟ مش راكم أحبابنا؟ الحمد لله الانتخابات فات، الدستور بان، دوك الجيش تاعنا عنده مصداقية باش يخرج على الحدود كافح يدافع على الوطن، لأن وعدنا واحد الخطار جاية الجزائر كبيرة بزاف، كان خطار جاية من قطر، من تركيا، سيرتو تركيا. راح حوايج تدبر فما، حوس يقلبوها، حوس يخربوا الجزائر. والجيش تاعنا على باله بهذه الامور. الجيش تاعنا ما كانش بوريان دي تو، الجيش يخرج باش يزيد يبوس الاعداء على الحدود تاعنا بعيد، هذا هو الهدف تاعو. انا راني مع شنقريحة، وشنقريحة بطل، وشنقريحة ذكي، وشنقريحة يحب الخير للبلاد. وانا مبكري واثق في شنقريحة، الملكة تاعو ملاح، باين ناس ملاح، باين هايل. وانا نطلب من الشعب الجزائري يدير الثقة في شنقريحة وفي الجيش الوطني تاعنا في الـIMP. هذا ميساج ليكم، ما تسمعوش هذاك تاع ياسر حماني ونامبورت كوا يقعد يزعق على شنقريحة. الحقوا برك، الحق شنقريحة بوليتيكمو. شنقريحة انسان تاع جيش، انسان سياسي باش يكون في علمكم، انسان قاري، انسان ذكي ويحب البلاد. وربي ان شاء الله يوفقنا شنقريحة، يوفق الجيش الوطني الشعبي تاعنا. انا برك نقول الجزائريين عندنا واحد الاخطار راهي جايه من الخارج. الخطر ماهوش في داخل الجزائر، الخطر هو في الخارج، الحدود حوايج راهي تتدبر، حوايج راهي تتحرك، راهي تبوجي. اذا احذروا احذروا، ما تديكمش العاطفه وتروحوا تبعوا في نامبورت كوا، لانهم بعد كي تقلب تولي تقولوا لو كان لو كان لو كان. اذا ما لازمناش نوصل للدرجه هذه. هذا هو الميساج، لازم تبعوا الجيش، والجيش تاعنا واعي وعلى بالو واش راه يدير. وزيد كيما قلت الاعداء تاعنا او كاينه جارتنا المروك، المخزن ما نهضرش على المغاربه، المغاربه فيهم ناس ملاح ويعجبوني. مين نهضر على المخزن هذا؟ لان الحكم الملكي اللي راهم في الملكيه، هذو اللي راهم في الملكيه، مش الشعب البسيط المغربي، هذو في الملكيه مخايفين على ارواحهم. كي نجح الدستور تاعنا، هما كانوا يديروا المستحيل تاعهم باش ما ينجحش الدستور الجزائري. علاه؟ لان الدستور الجزائري يشجع اللغه الامازيغيه والامازيغ في الجزائر، وهذا الشيء ما يساعدش المغرب، المخزن ما يساعدهمش. علاه؟ كون تنصح هذاك في الجزائر، هذاك الشعب المغربي الامازيغي يطالب بنفس الشيء. كون يتحقق هذا ويصير تغيير في الدستور تاعهم، اوتوماتيكمون باي باي النظام الملكي، واهلا بك النظام الجمهوري في المغرب العربي. وهذا ما يساعدش المغاربه، ما يساعدش المخزن، الحكم الملكي. اذا هما اعداء تاعنا، مانيش نهضر على المغاربه، من نهضر على الحكم الملكي اللي راهم في الطبقه الملكيه. الشعب البسيط هذاك المغربي، الشعب البسيط بكل احتراماتي فيه من ناس ملاح هايلين، شعب خاطي. نهضر على تاع المخزن، هذه هي. ونجح الدستور والحمد لله، باسكو انا على بالي بهذه الامور من بكري، وايد الدستور على هذه الحوايج. وزيد الدستور ديناميكي، زيد يبني لنا البلاد، ما يخربناش البلاد وما يديرناش التفرقه. حكايه العولمه انا شرحتها لكم، حنا شعب جزائري علماني عايشين في الدوله ماهيش علمانيه، لانه بكري كان عندنا الدستور مش علماني. الواقع قلتها لكم بكري وشرحتها، انه الشعب الجزائري كي يخرج ليترونجي هو في ذاته ماهوش علماني، بصح ولادو يربيهم على اساس علمانيين حسب المجتمع، يضرب معاهم بالفرنسي، اللغه العربيه ما يعلمها لهمش، كيصلي بنو اللي تمتمك العقول ما علمش راه يقول. واني لاحظ انا نهضر على الواقع، واش راني نشوف الخارج، ما عنديش عام ولا عامين، عندي سنين وسنين وانا هنا وراني نشوف ونراقب ونلاحظ في فرنسا، هنا في كندا، هكذا نشوف الشعب الجزائري تاعنا علماني في الدول الخارجيه. اذا الدستور ما يدير حتى مشكل، هذا مش كاسي راني نلوم ولا هكذا. واحد يحافظ على دينه ويحافظ على عقيدة نتاعه ويحافظ على ليدونتيتي تاعه، الهوية تاعه، الهوية تاعه هي جزائرية فقط،
نيشاوين قبائل عربين مزابين والو، هذه كذبه، هذا كاع يكذبوا عليكم باش يديروا التفرقه ويخلوا التفرقه مزات في الجزائر. كي زال الحراك تاع المخزن وهذونا اعداء الجزائر فرنسا كانوا يركزوا على الهويه بزاف، لاحظتوا خرج الحراك، احنا الحراك خرج على العصابه قلبوه بلي وخرج على جال الهويه، وقعدت كل المواضيع تاع الحراك تدور حول الهويه، هذا هو المشكل تاعنا، هي اساسا مش الهويه. احنا الهدف تاعنا هو ندخلوا سراق الحبس ونعاودوا نبنوا الجزائر من جديد، ونوجدوها للشباب اللي راه صاعد اللي راه طالع باش يبروفيتي، مش كيما حنا راحت لنا وضيعنا في الجزائر، اذا الشباب راهم طالعين، الجيل الصاعد هذا هو اللي يبروفيتي، فهمتوني؟ هذه هي الرساله، اذا لازم نكونوا مع شنقريحه والجيش الوطني الشعبي تاعنا. السلام عليكم ورحمه الله، وربي يحفظ.